حملة ترويجية مثيرة للجدل. الهدف تعريف المصريين بدستورهم الجديد قبل طرحه للاستفتاء منتصف يناير المقبل. في ناس جهلية وناس برضو ما تعلمتش وناس صعيدة وناس ما تفهمش وناس فلاحين، فعايز حد اللي يشرح لهم يفهمهم كده. بالنسبة للإعلان بتاع نعم للدستور، فمش ممكن ان احنا كل مرة بنقول نعم، مرة علشان الصناديق ومرة علشان الدين ومرة علشان نبقى ضد الإخوان، مفيش مرة هنقول نعم للدستور عشان الدستور نفسه كويس. كلمة نعم لـ30 يونيو 25 يناير على أساس ان انت تنزل وتقول نعم للدستور، وليس ده هم فاهمين الدعاية دي غلط. خبراء إعلام يرون أن الحملة التي تروج لتمرير الدستور لا ينقصها الاحتراف. إعلان فيه محاولة لكسب القارئ بشكل غير مباشر، وهذه مهارة قد تراها أنت أنها غير موضوعية، قد تراها أنت أنها غير حادية، أنا شايف أنها مهارة. اللعب على دلالات الألفاظ، نعم للمشاركة توحي بنعم لتأييد والمانع. تسعى الحملة لإظهار ما في النص الجديد من ضمانات لتحقيق المساواة. الدستور يتوجه إلى كل المصريين دون استثناء ولا إقصاء. لكن يبدو أن بعض الملصقات لم تكن دقيقة في توصيل تلك الرسالة. استخدام صور لسيدة إيرلندية وطبيب بريطاني وشاب أمريكي يعاني أعراض متلازمة داون أثار سخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. رئيس هيئة الاستعلامات قدم استقالته في أعقاب هذا الجدل. البعض يرى أن ضغوط الوقت قد تكون وراء المشكلة، وأنه كان بالإمكان إعداد ملصقات أكثر تعبيراً بمزيد من الجهد والإبداع. تكون الصورة معبرة عن بنود الدستور هيبقى نتائجها إيه، وتطبيق الدستور هيبقى نتائجه إيه، عشان المواطن يقدر يعرف ويعي إيه اللي هيفرق معاه أو إيه الاختلاف اللي هيحصل لما يروح ويقول نعم للدستور. بالتوازي مع هذا الجدل يستمر الترويج للدستور على قدم وساق وبصورة أكثر صراحة. يمثل الجدل بشأن الحملة الدعائية للاستفتاء على الدستور جزءا من جدل أوسع يشغل بال الشارع السياسي المصري، وهو جدل يرى كثير من المحللين أنه لن ينتهي حتى في حالة إقرار الدستور المقترح. علي جمال الدين، BBC، القاهرة.